الله يرحمه ويوسع عليه مسكين، الله يرحمه، اللهم اغفر له وارحمه. احنا من باب التضامن ومن باب الاعتراف بما قدمه اللاعب خلفوني المهدي لكرة القدم الجزائرية، اللاعب اللي كان يتميز بأخلاق حسنة وكان محبوب من طرف الفرق اللي لعب ليها على غرار أولمبي العناصر شباب بلوزداد القليعة وكذلك لبيار وفريقه المحبوب اتحاد الجزائر ورائد القبة. اليوم أنا ما نقول جينا هنا نكرمه ولا جيت باش نهدي عمره ولا جيت باش نساعد ماديا، جيت باش ندير نداء، ولأول مرة ندير النداء هذا. أنا أولا للوزير الأول عبد العزيز شراد ووزير الرياضة ووزير السكن، هذه العائلة راهي تعاني من مشكل كبير، مشكل تاع سكن. ثقتي كبيرة في سيد عاشور المدير العام لشركة سيربور، ونعرف باللي أنت إنسان طيب وفيك الخير. اليوم احنا رانا في المنزل وسي مهدي ما كتبلوش ربي باش يعيش الفرحة تاع زينة، الاب اللي زادت اليوم، بصح باش تساعدوا هذه العائلة لكم تشوفوا هذا الابن، ابنه اللي يعاني من مشكل في النطق، وان شاء الله عنده المجهود تاعنا باش يروح وان شاء الله توري له. والبنت هذه اللي راهي يعني في معنويات مرتفعة، ولا الوالد ولا العائلة، نتمنوا منكم وهذا النداء تاعي ونعرفكم بلي ناس خير باش تساعدوا هذه العائلة. أموا باش يعيشوا هذو الأولاد يعيشوا عيشة كريمة. الحمد لله هذه العائلة راهم قايمين بهم معنويا، بصح يليق المساعدة تاعكم ماديا. مسكن أو نضمنوا يعني إعانة مادية لهذه العائلة هو أقل شيء ممكن نعطوه الخلفوني، وهو راه مستريح في القبر تاعو. ثقتنا كبيرة في السلطات العليا على غرار وزير الشبيبة والرياضة والاتحادية ومسؤول الفرق اللي يلعب عندها باش يساعدوا على العائلة. ما فيها والو كاع، كل واحد يعاون بنصيب مال، كل واحد يعاون. اللاعبين راهم يدوا شهرية، ما فيها والو تدوروا وتساعدوا هذه العائلة وتضمنوا لهم سكن. احنا من جهتنا ساعدنا ومدينا لهم عمرة ودنا أشياء أخرى وكرمناهم. بقات الحاجة الكبيرة هي تاعكم، إن شاء الله تفرحوا هذه العائلة. شوفوا هذه البنت زينة، شوفوا هذا الولد اللي ما ينطقش، وان شاء الله تساعدوه انتم اللاعبين وحنا باش يروح يدير عملية جراحية في تونس او في تركيا او هنا في البلاد، وهذه البنت ان شاء الله باش نربوها وتساعد الوالدة تاعها. مهدي خلفوني رحمك الله ستبقى دائما في قلوبنا، ندعو لك بالرحمة، وراهم رجال موراك ان شاء الله يا ربي. هذا الوالد ربي كبر في خاطرك الزوجة الصالحة، قول لك باللي ان شاء الله هادو ولادك يكونوا خليفتك في المرحوم اللي كنت تحبيه بزاف وكنت تكلمي عليه قدام الناس بالاخلاق الحسنه وخوتها هنا. يا ربي يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله، ربي يرحمه ويوسع عليه. اللي انا شخصيا تاثرت به لابنه مهدي خلفوني يا ربي يرحمه، نستمع هذا التصريح ثم نعود للحديث عن هذا اللاعب ايضا. الله يرحمه بابا ويوسع عليه ان شاء الله، وبابا حيضل دائما في قلبنا وجميع ما حننساوه، وان شاء الله ربي يجعله من اهل الجنه واحنا كاع حنتلاقاو به في الاخره. وانا توحشته بزاف بزاف بزاف، ربي يرحمه ويجعله من اصحاب الجنه كما قالت هذه البنت. الله يرحمه ويوسع عليه مسكين، اللهم اغفر له وارحمه.